السلام عليكم المتتبعين الاعزاء ديالي نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب اليوم جبت لكم عرض لواحد الشقه جميله ما شاء الله الصراحه الله يحفظ الصحه شقه متوله كل حاجه في بلاصتها ومشمسه يعني شميسه على طول النهار بحكم ان عندها جوج وجهات جات في موقع جد ممتاز قبل ما نبدا في التفاصيل ديالها كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم على التشجيعات ديالكم وعلى الكلام الطيب اللي دائما كتقولوا في حقي شكرا لكم كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم ما عليكم الا تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا التفاصيل ديال هذه الشقه هذه الصراحه شقه رائعه شقه جد ممتازه جات في موقع جميل وفصلتها زوينه ما ضيع فيها حتى شي حاجه مسلوحة نقيه آه كما كتشوفوا معايا على لونطري كنلقاو سيجور اون معاه كاين صالون الناس اللي تيقلبوا على شقق ثلاثه البيوسو صالون هذه الشقه هذه ثلاثه البيوسو صالون الناس اللي تيقلبوا على سكان قلال هذه الشقه راه جوج سكان اللي كاينين يعني كاينه هذه الشقه وكاينه كاين بروميير ايطاج اللي تتواجد فيها هذه الشقه اللي شاركت معكم اللي ممكن دوزيام ايطاج وكاين عندكم سطح وعاد باش كاين عندكم سكنه في السطح انا غادي نشاركها معكم ان شاء الله ما عليكم الا تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع التفاصيل وجميع المعلومات بخصوص هذه الشقه هذه شقه رائعه ما شاء الله مصلوحه نقيه كما كتشوفوا معايا الصباغه ديال الخيال فيها ثلاثه البيوت او صالون سيجور لا وفيها جوج حمامات وعد باش كاين عندنا في السطح وكاين السطح ديالكم بوحدو يعني مقسوم جوج السكان اللي كاينين بالنسبه لهاد الشقه هذه راه تتواجد في بروميير ايطاج شقه جد ممتازه جات في موقع جميل تتواجد في شارع لالا اسماء سيدي من الدار البيضاء قريبه من محطه الترام قريبه للمارشي قريبه للمسجد كل شيء كاين حداك جميع المرافق متوفرين وجميع المواصلات متوفرين كل شيء كاين حداك المدارس المسجد الحمام كل شيء كاين كل شيء متوفر فالظروف الانتقال اللي خلاتهم يبغيو يبيعوا هاد الشقه الجميله اللي مولاتها ما بها فالله يسهل عليها يا رب والله ييسر الامور للجميع يا رب بالنسبه للمعلومات بخصوص هاد الشقه هذه تتواجد في الدار البيضاء سيدي مومن شارع للأسماء اسماء جات قريبه للترام المحطه ديال الطرام قريبه للمسجد قريبه لجميع المرافق كل كاين حداك وكل شيء متوفر قريبه للمارشي آه بالنسبه للشقه بالنسبه للبقعه فيها 100 متر جوج سكان اللي كاينين هاد الشقه هادي تتواجد في بروميير ايطاج كاين عندك سطح وكاين بالنسبه للسطح راه مقسوم وكاين عندك سكنه في السطح انا غادي نشاركها معكم ما عليكم الا تتبعوا على فيديو باش تعرفوا المعلومات كاملين بخصوص هاد الشقه هذه آه شقه جد ممتازه عندها جوج وجيهات شميسه على طول النهار فيها ثلاثه البيوت الناس اللي مهتمين بشقق ثلاثه البيوت وصالون هاد الشقة هادي فيها ثلاثة البيوت أو صالون أو سيجور أو حمامات فاللي بغى يجي يشوفها مرحبا ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو الناس اللي مهتمين بشقق السكان قلال وكيقول لي نوال جيبي لينا آه بارتما يكونوا السكان قلال هاد البارطمان هادي راه جوج سكان كاينين بالنسبه للشميسه راه مشمسه على طول النهار اللي بغى يجي يشوف الموقع ويشوف الشقه مباشره مرحبا و الف مرحبا ما الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو بالنسبه للثمن صاحب الشقه كيطلب فيها 73 مليون قابله للتفاوض اللي بغى يجي يشوفها مرحبا بالنسبه للثمن راه قابل للنقاش اللي بغي يجي يشوفها مرحبا ويتفاوض مع صاحب الشقه والله يسهل على الجميع يا رب والله ييسر الامور للجميع يا رب وراه غادي معكم حتى البرتمات اللي تباعو البارتمات اللي مازال وراه غادي نشارك معكم برتمات داخلين في الدعم ان شاء الله اللي بغى شي حاجه مرحبا شقة جميلة مصلوحة نقية وجات في موقع جميل يعني كل شيء كاين حداك جميع المرافق متوفرين جميع المواصلات متوفرين بالنسبه للطرام راه تقريبا 100 متر باش قريب لك الترام. عندها جوج وجهات بالنسبة للشميسة راه مشمسة الناس اللي مهتمين بثلاثة البيوت وصالون هات الشقة فيها ثلاثة البيوت وصالون متراج كبير وحتى الثمن راه مناسب اللي بغى يجي يشوفها مباشرة مرحبا بالنسبة للشقة اللي ستتواجد قرب إقامة نور سيتي اللي ستتواجد في الديور تباعت الناس اللي ما زالت يسولوا عليها في هذه تباعت كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه وحتى نتوما بدوركم الى عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق تشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا بالجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وباش تشجعوني حتى انا نزيد نحط اكثر ونزيد نجيب لكم الجديد وراه دائما كاين الجديد ودائما كاين بارطاج في متناول الجميع ان شاء الله غادي نشارككم معكم بالنسبه للناس اللي تيسولوا على الشقه تتواجد في البرنوسي القدس ريتشو السعالية عاليه راه مازال متوفره وصاحب الشقه لظروف صحيه علاش باغي يبيع الشقه ديالو فالله يشافيه يا رب دعوا معاه بالشفاء والله يسر ليه الامور يا رب راه مازال متوفره والسيد راه نقص في الثمن حتى هي فيها ثلاثه البيوت صالون اللي بغاها مرحبا الناس اللي مهتمين بالبرنوسي القدس بالنسبه للبرومير ايطاج تباعت اللي تتواجد عندنا في البرنوسي القدس او بالنسبه للتوزيام ايطاج وما ومازال كاين عندنا شقه في بروميير ايطاج راه مازال متوفره كما كتشوفوا معايا بالنسبه لهاد الشقه هذه راه جميع الغرف عندهم النوافذ بالنسبه للشميسه راه ما شاء الله يعني راه تبارك الله الشميسه داخله حتى القلب الدار ودائما كنقول لكم الشميسه هي الدواء ديال الدار الناس اللي مهتمين بشقق في اقامه نور سيتي بالنسبه للشقق اللي كانت تتواجد عندنا في بروميير ايطاج تباعت دوزيام ايطاج تباعت والتروازيام ايطاج تباعت ومازال كاين عندنا تروازيام ايطاج وكاين عندنا بروميير ايطاج راه مازال متوفرين اللي بغاهم مرحبا الناس اللي تواصلوا معايا في الواتساب الله يجازيكم بخير اللي ما جاوبتوش يعاود يتواصل معايا باش يطلعوا لي الارقام ديالكم راه يكون علينا شويه الضغط على الواتساب داكشي علاش ما كنقدرش نجاوب الناس كاملين ولكن راه كنجاوب واخا كنجاوبكم معطل سمحوا لي اللي ما جاوبناش في الواتساب يعيط لينا في نفس الرقم راه كاين السيد راه غادي يجاوبكم ان شاء الله والناس اللي باغين يحطوا عندنا العقار ديالهم ألف مرحبا والف مرحبا ما الا تواصلوا معنا ان شاء الله نديروا معكم الوقت بالنسبه للتصوير والله يسهل على الجميع يا رب والله يسر لكم الامور يا رب بالنسبه لهاد الشقه هذه راه مصلوحة يعني اللي خداها راه ما فيها والو بالنسبه للاصلاحات دابا غادي نمشيو لاكويزين حتى هي ما شاء الله كبيره تبارك الله وعاد باش كاين جوج حمامات وعاد باش كاين السكنه اللي كاينه في السطح حتى هي غادي نشاركها معاكم كما كتشوفوا معايا هذه هي لا كوزين تبارك الله راه كبيره بالنسبه لهاد الشقه هذه راه فصلتها زوينه ما فيها حتى شي حاجه في الفصاله هذه هي لاكويزين تبارك الله كبيره ما شاء الله ومتوله كل حاجه في بلاصتها الله يحفظ مولاتها الصحه ما شاء الله عليها فالظروف الانتقال اللي خلاتهم يبغيو يبيعوا الشقه ديالهم الصراحه السيده ما ساخياش بها الله ييسر لها الامور يا رب والله يسهل عليها ويسهل لا الجميع يا رب بالنسبه للناس اللي مهتمين بشقق في الازهار راه غادي نشارك معكم ان شاء الله بارطماج في الازهار بالنسبه للطروازيام راح راه مازال متوفره اللي بغاها مرحبا وبالنسبه للبرومير ايطاج تباعت وبالنسبه للبرومير ايطاج اللي كانت ب 36 مليون حتى هي تباعت الناس اللي مهتمين بالشقق في اناسي راه مازال كاين عندنا كاين بارطمانات اللي تباعو كاين بارطمانات اللي مازال بالنسبه للشقه اللي تتواجد في الدوزيام ايطاج قرب الكوميساريه اناسي راه مازال متوفره كاين عندنا بروميير ايطاج وكاين عندنا دوزيام ايطاج الشقق ديال الاستفاده راه مازال متوفرين اللي بغاهم مرحبا بالنسبه للشقه اللي تتواجد عندنا في لا جيرون طروازيام راه مازال متوفره اللي بغاها مرحبا حتى الثمن جد مناسب وصاحبه الشقه نقصات في الثمن طروازيام ايطاج كاين لا وجدت في موقع جميل ميطراج كبير في صالتها زوينه واللي بغاها مرحبا راه مازال متوفره الناس اللي مهتمين بلا جيرون كنتمنا يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم وكنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه كما كتشوفوا معايا هذه هي السكنه اللي تتواجد في السطح كاين عندنا بيت تبارك الله كبير وكاين الحمام حتى هو كبير وعاد باش كين السطح تبارك الله حتى هي مسلوحه كما كتشوفوا معايا وعد باش كاين الحمام تبارك الله كبير وعد باش كاين حتى هو راه انا غادي نشاركو معاكم كانوا هادو هما المعلومات والتفاصيل ديال هاد الشقة هادي راه ذكرت معكم المعلومات كاملين بالنسبة للشقة تتواجد على شارع للأسماء الدار البيضاء سيدي مومن جات تقريبا من جميع المرافق كل شيء متوفر وكل شيء كاين حداك جوج سكن اللي كاينين الشقق التواجد في الطابق الاول فيها 100 متر في البقعه عندها جوج واجهات ثلاثه البيوت وصالون ولا كويزين وجوج حمامات عاد باش كاين عندكم سكنه في السطح فيها بيت تبارك الله كبير وفيها الحمام حتى هو كبير وعاد كاين بالنسبة للثمن سيتطلب تطلب 73 مليون قابلة للنقاش اللي بغي يجي يشوفها مرحبا ما عليكم إلا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم أسفل الفيديو الناس اللي كيتواصلوا كي معايا في الواتساب وما جاوبتهمش الله يجازيكم بخير عاودوا تواصلوا معايا باش يطلعوا لي الارقام ديالكم وسمحوا لي الا الا جاوبتكم معطله سمحوا لي واللي ما جاوبتوش يعاود يتواصل معايا راه كيكون علينا الضغط على الواتساب داكشي علاش ما كنقدرش نجاوب الناس كاملين فاللي يعني اللي ما غاديش يقدر يصبر باش نجاوبو في الواتساب يتواصل معنا في نفس الرقم يعيط لينا في نفس الرقم مكالمه عاديه راه غادي نجاوبوكم كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم و عجبكم المحتوى ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن البارتاج مع العائله والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وهذا الشيء اللي كنتمناو لينا وللجميع يا رب هذا هو السطح كما كتشوفوا معايا حتى هو راه يعني سطح تبارك الله كبير وكانوا هادو هما المعلومات والتفاصيل بخصوص هاد الشقه هذه كنتمنى نكون وصلت لكم جميع المعلومات المزيد من المعلومات ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو وجيو الشقه مباشره وشوفوا آه الموقع فين كتواجد هاد الشقه هذه راه في موقع صراحه موقع جد ممتاز كل شيء كاين حداك جميع المرافق متوفرين جميع المواصلات متوفرين وجو السكان اللي كاينين والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله